انا اول ما شفت الدخان يا باشا ناخد بقى صاحبي يبلغك في بلد كتير. طب قول له بقى انت مصر. لا قايل له محل بتاع قماش. قايل له محل قماش اللي في القصر النوطه. يا احمد قول لي محل ايه انت مضاك بقى رايك؟ يا هو رئيس حي بس؟ اه ومين اللي جاي؟ يا استاذي هتاجي معاك. لسه رايحين قدامك ايه؟ تعالى هات بقى. هو اللي هيجيبه؟ لا انا راجع عندي.